يزورنا اليوم وفد سويدي عالي المستوى يرأسه رئيس البرلمان السويدي، وهو صديق عزيز لفلسطين، لأن السويد صديقة دائمة لفلسطين، لأن صداقتها قائمة على إيمان السويديين بالمبادئ، بالقانون الدولي، بحق الشعوب في تقرير مصيرها. نحن سعداء جدا أنه رئيس البرلمان السويدي لدينا هنا. السيد هو صديق لكل الإخوة الموجودين، ومعه وفد من الأصدقاء. كان سؤال السيد أوربان آلين رئيس البرلمان السويدي: كيف نستطيع أن نساعدكم؟ ما الذي تطلبوه منا لدعم وحدتكم؟ لا يسأل سؤال مثل هذا إلا الصديق الحقيقي الذي يريد للشعب الفلسطيني الحرية والاستقلال والسلام. أيضا أذكر بأن السويد تعترف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ولذلك فأنا مرة ثانية أرحب برئيس البرلمان، فهو أول رئيس لبرلمان السويد يزور هذا البرلمان الفلسطيني، مؤكدا العلاقة القوية التي تربط بين السويد وبين فلسطين. Thank you very much. For me, it's a pleasure to be here. This is actually the first official visit by Sweden. أنا سعيد لوجودي هنا، لكون هذه الزيارة الرسمية الأولى لرئيس برلمان السويد. عقدنا عدة اجتماعات وتحدثنا حول العديد من القضايا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس. نعتقد أنه من الضروري القدوم إلى هنا للاطلاع على الوضع والوصول إلى عملية سلام تضمن حصول الشعب الفلسطيني على نتائج جيدة. قمنا بزيارة مدينة رواب اليوم، وكنا سعداء برؤية هذه المدينة الجديدة، ورأينا في هذه المدينة شباب يتحدثون عن مستقبل فلسطين. نحن سعداء برحلتنا هنا لنؤكد على العلاقة الطويلة التي تربط السويد وفلسطين، وسنبقي على هذه العلاقة بين بلدينا، فالسويد تقف إلى جانب حقوق الإنسان والقانون الدولي، والسويد والشعب السويدي يقفون موحدين ضد من ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، لأننا نحترم حقوق الإنسان والقانون الدولي دائماً.